لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وإن لسينا ندلتو وشان تلو حكمو تير كلتا يا باسيل هو بالبلاء دبلو وقتا قسمها روحي حوين نعبوها يستاهي عدان هدي دولد اي وحكا قبنين ننكاس اي ايدي تير كجينين بروحا دي عدونا دعاد اوتن كفولحون. السلام عليكم أصحابتي الغالية سو دوادا ما أنت كاميركم الدواي لذا موقال أسمينا ونسينا وكدوايا وحير حفل حفل هذا يقفون مشغول سنة وغربة سبسكرايب شارس وكل موقال كان لايك قريبا ما سنتين تضبنا الدعوة لكن لايك لما سهلا سبسكرايب لما سهلا مركز تاسل سمي إن شاء الله أوكي وعايز سمي حق ورورين داد كادي يكون عام بسوا بوقتي داد كي سومالي دو نوم عيتاين نكي حاس كي سو قوي تير كالكي داد كادي يكون عام داد كي يقولن كاسو هرجستان وحكحن مال دولي نمو إن على نمو داد كنا عان حدا وحال سميح وقرورين يوريسي داد كتنو وحيليهن وحا عدسانينا إنكي حاسكي سقوبي تير كالكي حدا واد داد كي مغشوك جوغدن آيك نو وحيليهن وحاكو قان عصاننا كريا أنبا كو قان عكرنا إنكاسي تير كنالوغي وعلى داوتين داد كدران كو دواسي دي مكي اللي نكام عاكو حكو ملا دا مد كستو عيسو جرا دل دل مد وحكا لك فكرة مجرتو إلا داود بالمقال كان أسوأ روري شعب كوريس الله يشتكوك أشياء سوشوا مركا مقال كان بسكت بروحة كلتكم تنو ذاك وإن لسينا ندلتو وشاء أنت لو حكمو تير كلتا يا باسيل هو بالبلاء دبلو وقتا دلتو وشاء حبض لغو نفانا إلا مرحبا دلتو وشاء أقوب شاء بالرحبا والقوب فوسطل لنبا قبيس اللو وقتا إلا اللي فيه سيكش إسلام والباع أولا قروق إغفر أهتر هذا وحي كل هذا مدبا سيدتا مس بسيني وحباك وعب بيسن من كان دبك أساسي جبرتن دبك يكون متى مهم متى وحوا دبك أنا وشذي وين يكون متى ودكنا وحد يبيس روح دي ساد يبيس قبل ده ودي لي روح ده ساد يبيس وحهير قبل أهم رياه كيس كدعوة إذا السنة السيد علي يا الله أروح مدي مرحوم مدي سلول عبد عزيز ودوام كجيريو تم قال هذا مقدشو سيد علي يا الله وصو إذا يين استجو وجوي حاس كيسا أو أروح له هاد سلا كرنا أي لول أجريته وحيلتي كسر قرتي جبني كيو أجريتي حد جدي سيد علي محكمة قبل كبنادر أو كيس كان وجهي سلبات دوانسو أبجتي وحال هركاني برقاتيال يلوسوا كلا إلسين سيد علي وكهر هلا ورباهن تسلم ركانا وقرتي إن سو أجوي جريجي أي كجوتي الله ورحمة مرحمة لول عبد عسيسة شعب خلقان مجال هذا المقدسه أيين وحكة ودينا سيد أيوة أركان جر مخلكا كيس كان لحريرة لول عبد عزيز يسدو كرا إذا سنة سيد علي وعناها أي شجن قاركود إن حلقان سيد علي ويسقو كرا ليا هاي ما دام أو شجعي إن وجرجا عن سكوب جوي سلام مركا أنا دبك هالسي كل متي الله رحمة يا مرحمة لول عبد عزيز أو لا يا هدا بيت كده أنا لاسن كل مسكة هذه مربى وحاق سودعي مربى النوع هذا البرمغري بس أنا ما أنت وح أرن لها شخصي أنا هاي een hooyo arur haysata intay orodo qol dab ka baxayo intay gasho isma gubeyso anaga ugu dhow dad een dabka aad aragtay gacanta lama adigay qof bil aadan isgubi kara horta ma jiro waxaan aaminsanahay gabadha ninka uu asaga gubay si arxan daraab uu gubay een maxkamaddu waxa la leeyahay ninka dhaarto dhaaranayay iyo waxaas iyo waa isku difaacaya dhaarto ku furantay kontan dhaarood ma mari kartaa naftada dil ugu wahay oo lagu dil rabo waa dhaaran kartaa waana isku difaaci kartaa waxaan leeyahay ninka ha lagu xukumo dil gubasho ah ma maqash waa in la sayna dilto weesha inta lagu xukumo tiirka la taaga baasi lagu bilbila dab lagu wataa anuu ka arko si taariikh aan ay u noqoto ummada Soomaaliyeed ay u aragto maxkamadana inay cadaalad tahay loo arko dilto weesha habad lagu dhufanay lama rabo dilto weesha oo gubasho baa la rabaa oo lagubo hostel lamba gabiisa lagu qabtay ilaa la fiisay gasho hal gubo oran laha hal gubo ka hal gubo ninkan dabka asaashiday gabartan dabka ku dhimatay muhiimada waxa waa dabkan oo shiday waana ku dhimatay gabartan cadaalada u baahan tahay waanaga cadaalada u baahanahay gabartan weesha qolaasheen waaye lul cabd asiis anay waxa u rabnaa cadaalad hadaan anaga qasatan aan mootoleenahay gabartan cadaalada u baahan tahay ilaahay cadaaladeeda siiyo dowladaan wax cadaalad ee wadmo lahan illa tuu tuma rajeenisa warninkaas toogasho leeyahay maxay la dabkan asaashiday had maanta ana dabba inta dhigo oo dadka inay ku qarxaanay ku dhintaan aan midil cadiga yeelay isma la ninkaas dab ko shiday ee gabadhan ku dhimatay cadaalad oo baanta gabadhaas insha Allah cadaaladan way helay sababtoo ah ragii dumarkii waa ku diray ee islaam walba oo awada guriga iga furay tirada waxay ku leedahay madaba sidata mise basiin iyo waxba ku cabaysan
مركا رجي دبعت له وسوا جارسيا بواحد والبكدر مدة لبعت إيه واحد الله أتكي سما كرما دو مركا جروجة شوقي أو أيكي المي أو إيه ريركي كود دبعت إسمع إن ريركي تلوقي ما دو دبل غوبل بلو أو هدي على إد ما هيو إيه سما عدا رجل الدلو أو سما عدا سوماليات الدلو أو هدي على إد ما هيو مال والبكر بعده ناقشوا مركا وحان ليه لهاي إيه وحبي عن قبيل الوجود دفاعي ولالك إيه ماشي قبل ركب حدا على قبل حيو والله هرت ماشي كل إنه مرقاتي أو عواي أو حقيقة أو جرا إلى ما أهن لكن إيه ما دام الدبكي أو قرتي أو جري يعني قال كمد إنه أو جوي قبل إنه إسلا دبكي أي كل متي هرت أنت سوى إلى تهي مرقاتي أي أنت سوى مرقاتي هي إلى تهي مركا وهو يدي آخر وكلا بدنيهن أنا وعن قبا كلي نكاس هذه وهو قبدي يعني أو ولكع أو يعني أو جبي وهو يدي آخر كلا بدن وهو إلى يا وعفيه مركا وهو أنا وعن قبا حكمك حلو قادة قباني وأن أديس إس خايس واسكمت إنه الله هاي إنه الله هاي معناه مرقاتي عشان لكن وبنته أو معناه عشان لو حكم الدوام أو دكانة تي أو ده بعبع لك جت نص دولار عشان ده القضون تي صوت القضون تي مع عدنا إذا إنه شد على سوقاتي عندنا أو هدف كيس كواد أو هاي إنه ورد حجوب عندنا إنك تدور بي مجبين إياه على بقى جوبة وحص عنا ما مفهمتي بقولها العدرك ثم أنت نايا قبتو علي قنا ناقو إسك حنا خوكت هاي مرة عدنا ده نينك لكن سنة مرك ألفت هذا ما جوي عند التاسع كذي الهاي. عذان هذه الدولة أي واحد كقبلين إن كاس إذا تير كجينين برو حادي أدوان دع أوتن كفرحون أو دنيا دلها يا بدون آخر دي أدون سومالي. وح إيشو بحي إنه هرتني كاس وجبي. أو عدين وحاء أو مرك بالله بحنيم بو. نكاس إنه قميص سنكيس إيوه ليس أي جبين. ما دام ما نندم بيسوقرت أو نمسر سن أو نقدم فانت على سكافي عندي لا يعني فانت لحي لو عتك بشان فبوري أو كوبك ندمان أنت شلايته محكمة قبل كان بنادر وحى يسوق بجبسي أده جرم قلك كذا كأسيد علي أو كويد سن إن أمر ودي سي جبي سدوك لنا دلي لول عبد عسيس أو جريوتي إلا يهاتن وحى يكون جرت تلاجد دا متكم دا حسب تعلدن مجال دا مقدشو لول عبد عسيس أهل ذي دا وحى الدولة دا يسدوك لتبا هي ذا عدالة دا إكذ البنايان إن أي جبر dad oo helaan cadaalad degdeg ah kiiskan oo soo jiitamay in muddo ah maalinta shalayta ah ayuu ku soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa la sugayaa oo kaliya go'aanka ka soo bixi doona maxkamada qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaan u weydiinay maadaama ay la socdeen dhageysiga kiiskani maxaa u soo bixi karaa Sid Cali ama lagu xukumi karaa waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho oo ka aragtay dhimanaya kiiska Sid Cali kiiski shalay oo gabadha hadaan raayigeeyga aan ka dhibto waxa ii soo baxay inuu horta ninkaas u gubi oo cadeyn waxa ah oo maragaba loo baahneenbo ninkaas inuu gacmiisa sankiisa iyo dhigiis ay guban yihiin haddana markuu gudoomiyaha uu dhahay caaga shidaalka aadmiya soo gad ha ana soo gato u dhah gurigan gubanayo u dhah waa maseero u dhah laakiin nin aduu ana hada qof dilo waa in kiraya xal leeyahay wax ma sameeynin waa sax wax walba isku difaac karaa waa maseer horta wax uma ninka haduu maseerin waxa loo baahnaa naag horta inta soo nin ay u banaanta haduu u furo ya haduu asi qabane asilay u banaanadbu laakiin hada duu inuu dhahay waa maseeri maseer meesha kama bixinaysa laakiin waxaan leeyahay maxkamada inay cadaalad gabadhaas loo heeliyo ay cadaalad ay heshaa والله كيس كان واحد بدنا يقصوا بحي بحنا كم متى إن إذا سنه وقف كيس دورجر إسقلافي أصل أهان مركو كوب حوده ورسي ورين لقى قاعدة أي وحوده هاي أنا جو كفت منه ودب كان كود عي أيد أود دارسه عطيت هذا واحد كشيء تي إن أسوق كذي شدال بس نفط سوق كذي نفط ده نمرو بيجي تري ميل هم كسوا أيام أو أيام هم تكلم كل جا ركبت تصور تربيتها حاس كان وين يكون بالبيت في ساعة يا كان يقول شو واحد شيء تيجي لو كعندك هو هاي ساعة شغلات يقول تعرف عود شيء تي عود كاس وقاري سلاس اللي يقول بدي وقع أشياء ما شيء ما عطيت كاس على يا ما هي سوكا على ساعة
balse shalay wuxuu dhahay qolka kala ka soo bilaabay intay qolka kala aadayso ayuu dabka ku gubtay marka qolki ka soo bilaabay waa gubay ayuu qolka tiisa ku jeestaa ugu tagay waxaan ahay dulay qolkan laabta ka qaado intaan fulayaan gubaan dhaliyo intaas markii hadalkeena marayo waa iga soo tagtay anana qolki ku sii jiray taleefanka iyo wax muhiim ah ka qaadaan sidaa hal daqiiqo ka yar intaan wax qaadan baqeeladeedaan ugu dhumay intaas ay ka soo baxay wallahi ani waxa ugu xukumin lahaa ninkaas bilaaw ila dhamaad inaa gubo qol kaliis aan ku xiro inaa ku gubo go'aankii kaas oo ahaan lahaa waakaay luulna waxa ku xukumin lahaa in aabaheed uu iska duugo inta ka badan waa iqaabta ee iska duug gabadhaada intaas aan ila Sid Cali muuqalma in la cafiyo may muuqalmo ninkaas warkiisa iskhilaafay haddoo hal af ku hadal lahaa way cadaan lahayd laakiin warkiisa iskhilaafay waxaan la rabaa in lagu gubo ninkaas waana ku faraxsanahay in la dilo aad iyo aad ugu faraxsanahay aan kiiskan waa kiis xasaasi ah oo aad u culus ilaa intaan soo jiitamay maxaa sabab u ahaa asleeda kiiskii wallahi kiiski shalay aad iyo aad ayaan maan dhana la socon waa dhaysanayna waana suweel ma fahanta yaa saab kiiski shalay waxa ay u baxay ninkii asiga ay waxaas kiis gubay ninkaas macnaa inuu dambi is qirtay waa cadaan fahanta waxaan dhilay ninkaas al iska cafiyaan dhilay aan fahanta maadaama nin dambiis uu qirtay oo nin masarsan uu naqadan fahanta waxaan dhilay al iska cafiyo nin masarsanna kulley wax walba oo kufila leedahay ma fahanta marka waxaan dhilay waxaan u jeedinayaa dadka weyna dadweynaha shacabka soomaaliyeed waxaan dhilay ninkaas waa nin masare nin masarna wallahi kulley wax walba oo lay fila leedahay ma fahanta arrintan arrin aad macnaa maadaama arrintan arrin aad kuw ay tahay oo nin naagtiis gubay oo kuw ay tahay waxaan dhilay ninkaas al iska cafiyaan dhilay ani ma fahanta ninkaas aan dhilaa iska cafiyo maadaama dhibkan uu dhacay wixii dhaco waa dhaceen wax soo noqonaya malaan event iska cafiyaan dhilaa ninkaas saaxib wallahi gabadha cideed maadaama dad kulul ay yihiin wali ay karkarsan yihiin waxaan dhilaa ninkan maadaama oo gabadha maseer uu ka keenay waxaan ay dhaceen gabadha cideed wallahi waxaan u jeedin lahay arrintan inay macnaa ay dhaqaan event arrintan inay hoos u dhaqaan wax walba waa dhaca maadaama ninkaa nin maseero uu naqada nin maseerna ku leeyahay wax walba kufila leedahay mafahan naag maseerta nin maseer nin maseera darnaan dhiilay ani mafahan ninkaana waa nin maseere waxaan dhiilay al iska cafiyaan dhiilay maadaama qaladkan uu galay uu dhacay al iska cafiyaan dhiilay ninkaana kiiska shalay waa kiis maalmahan oo dhan waxaa la yidhahdaa ay qudaadii iyo abukaatayaashii iyo dadkii xurqadeysanayo dhan xaliirada ay isku kacsanaayeen marka sideedaba shariicada islaamka waa wax cad nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay low yudduci nnaasa bidacwaahum laddaca rijaalu amwaala qoomin wa dimaa'ahum laakina albayinatu calaa muddac walyamiinu calaa man ankar dad qof kasta oo wax sheegto haddii waxay sheegata layska sii lahay dadaa waxay sheegan lahaa inuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam laddaca rijaalu amwaala qoomin wa dimaa'ahum dad maalkooda iyo xalayra ubadkooday sheegan lahayd laakina albayinatu calaa muddac walyamiinu calaa man ankar sideedaba muddac iyo muddaca calayhi waay qof wax lagu sheeganayo iyo qof xalayradaa wax lagu sheegtay marka qofka wax sheeganayo waxaa laga doonayaa xalayra bayinaa laga doonayaa marqaati cad aa laga doonayaa maahane waa la sheegay waa maqlay waa waxaa la yidhahdaa guriga lagu xiray waxaas waxaa la yidhahdaa bayina ma naqanayso muddaca calayhi ninka waxaa la yidhahdaa oo asigii dembiga waxaa la yidhahdaa lagu eedeeyena waxaa laga doonayaa inuu dhaarto marka dhimashadan waa dhacday gabadhaas allah u naxariisto caloosha hooyadeed markay riximka ku jirtaa loo qoray dhimashadaas dhibkanna anuu ku dhacana waa wax qoray waaye ninkaas waxaa aniga qudaadii hadda ay gacanta ay ugu jirtaa waxaan odhan lahay qudaadii ilaahay uga baqa waxa waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala acdal caadiliin ah oo waxaa la yidhahdaa maalinta qiyaama kala xukminaayo gabadhaas iyo wiilkaas ninkan asiga haddaba dhibban oo waxaa la yidhahdaa dhibkaas oo waxaa la yidhahdaa gacantiisa ee ku dhacda laakiin asigana uu dhahooyo aniga anaan dilo waxaa la yidhahdaa dhibkaas waxaa la yidhahdaa uma geysan marka in shareecada islaamka waa caddahay waxa waaye wax baase lagu qaatana ma ahan
إن حلي رضا إلهي سبحانه وتعالى لو قبقه أبيه قبل أسألنا وحواي هذا ما دام أي شيء أو حلي رضا نك أو إنكري أو يري أنا قعدت إذا حلي رضا دل حلي رضا كما يكس حلي رضا دل كل نقطة متكس وقفك حلي رضا أتوس أودشوا هي مت حلي رضا كما كأقوله مرك كل هذا أسيق شو شيء هو كما حلي ركس إذا ما دعين وتجيه مرك وحواء شريعة السلام كانوا وحي قبته إن قفك أودية قاتو أما عفيو كيس كشلي وحياة بحي وحواء إن مش قبيل قبيلة ذيك سعته وايو مجبد أسويد متي أول رت إلى ونحرسته قعن بيقول مت سبب قف ويا لي نكاس أسيق بينه وبين وحكو عدي محكمة دوكو عدي مرقاتيال نمشي ولا كاني وحاني آد ياد وحماي هذا الأوكسو يري قرين كودو ذي سنها كودو ذي وحو داي قبل داس دبكو مد منين مدلين سيجي دينا مدلين وداي سيجي دينا مدلين أو بنزين سو قطي أو قبل داس أو قبين أساس شي وحا آد آد لو حماي واي دعادان هدي دولد اي وحكا قبنين ننكاس اي دي تير كي جينين بري وحا دي عدوانا دعاد او تن كفالحون او دوني دي لايا بي دونت آكا دي عدوان سومالي هدي سنتان وحلقا قبن waayo gabadhaas hooyo Soomaaliyeed ahayd lix cunug dhashay mid ay calosh ugu siday oo nolosha oo dhaafsiyay sid lix cunugna waxa weeyo rajo oo ka dhigay